mm <clears throat> إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناتكم AOB كندا ومرحبا بكم في القناة الأخرى AOB Migration كندا فرنسي ومرحبا بكم في القناة التعليمية رقم واحد في اليوتيوب اللي ما كينش بحالة خاصة بالطلبة اللي كيجي يقرأوا هنا لكونتابيليتي فينانس لوجيسيال فيسكاليتي جيستيون غوصور زمان كاين اكثر من 140 فيديو كنسجلهم خلال الدروس اللي كنعطيهم سواء في خاصا اونلاين اوكي اليوم عندنا واحد الموضوع زوين ان شاء الله الآن سي افاده اليوم غتفيدنا ان شاء الله سي كي داير بخير مرحبا بك مرحبا بالحضور ديال الكريم الاخ افاده تشانيل سير شوفوا القناة ديالو فيها مواضيع مهمة مفيدة وكذلك يثري نقاشاتنا هنا بالكثير من التعليقات الهادفة والجيدة والمفيدة والعمل الصائبة في غالب الأحيان فكنشكرو بزاف يعني من المشاركين الأوفياء اليوم اليوم الله يخليكم الإخوان هذا الموضوع هذا خاص بالناس اللي ساكنين هنايا أوكي يعني ما كرهتش كل مشاركه راني درت لكم البوست درت لكم الصباح وقلت لكم الله يخليكم اليوم غنهضروا على المحلات التجاريه واصحاب الخدمات اللي كاينين هنايا في كندا خاصه في مقاطعه كيبيك اللي عايشين فيها وغنشوفوا واش راهم في المستوى ولا ماشي في المستوى اوكي دونك نتمنى أه... ما نلقى واحد يكتب لي شي سؤال على بيرمي ولا طرافاي ولا شي حاجه الحمد لله الله يخليكم اليوم باش نستافدو جميع ونشوفوا الاخوان اشنو بونتوت <applause> باتوس ايوا آه راه ما كاينش التعميم راه ما كاينش التعميم الاخ الكريم اللي قالك باتوس باتوس ولا باتو الموند راه بارتو الموند ما يمكنش نجمعو كاملين في سله وحده ولكن كاينه واحد القضيه اخرى اللي سميتها الاكثريه بحال دابا انا شخصيا هاد السنين الطويله اللي عشت انايا التسويق ناقص من وجهه نظري آه ما فهمتش شنو هو التسويق التسويق ما عرفتش شنو شنو كتقصدو به التسويق فكيف قلت لكم آه، يعني آه هادشي غندوي عليه ان شاء الله نبداو على بركه الله باش نساليو بكري ان شاء الله ونخليكم تمشيو بوحدكم ماركتينغ آه، ما ما عارفش ما فهمتش على كلها ماشي مشكل غادي نهضروا على المتاجر المتاجر والخدمات اللي اللي كنشوفوها رانا قديم انا فيه، كاع الناس اللي عايشين هنا قدام ولا جداد راه شي غنقول فيه راه كيشوفوا اوكي راه كيشوفوا كيشوفوا شنو غادي نقول راه اكثريه غيقول لي راه كاين وكاين اللي غايقولك كذوب ما علينا مشكل انا كندوي على الناس ساكنين هنايا هادشي اللي غادي نقول اليوم راه كيشوفوا بعينيهم وعايشينو مع اكثريه ديال المحلات التجاريه واصحاب الخدمات التجاريه او الخدماتيه اوكي اوني فورماتي <applause> شريت دجاج من عندهم بريم باقي قال ما بديت ها نتوما سمعوا ها بداو يكتبوا لكم هانت هانت ولاتي مشى مشى ما عاد فينا هو كاع يا باك كرياتيفيتي ولا باقي قال ما بديت صافي انا هاد الوراق ديالي اللي جمعت المعلومات يا يعني راه كتبوا الله يرحم باكم باش ما شي واحد راني اثرت عليكم ولا قلت لكم كنتو كتبوا تسويق في المحلات في كندا دون مساواه اين محلات شيماء بدون ديك الاسم الله يخليكم بدون الاسماء لا فيون ليس ا حنا كندوي ما... المحلات الله يخليكم محلات ديال ديال خوتنا ما كندوش على المحلات الاخرين كندو على ديال خوتنا اللي كنمشيو نشرو من عندهم باش نتساعدوا معاهم ونعاونوهم هادو اللي كندوي عليهم انا يلا الاخوان اللي ساكنين هنا الله يجازيكم بخير انا كنستافد معاكم انا في ال في الـ في اللايفات راه شفت كيقول لي بحال المواضيع ما دايرهمش في اللايف ولكن كنبغي نديرهم باش كان نشوف التفاعل ديالكم ايميديا اه تفاعل اون اه اه طون ريال اوكي خو خو حينور اما فهمت هاد الكلمه استاذ كتبنا شي كلام نفهمو الله يرضي عليك يلا الاخوان يلا الاخوان قولوا لي في افكار للسيرفيس اكليونتيل اي لا مونطابل okay. اوكي بلاتي اخوان قيد باسكو انا جيم بوكو اه اكرير كيس كوميدي بلاتي واحد قال لك سيرفيس على كليونتيل عيان وخايب بزاف لا مونطابل كاتاستروفيك زيد اسيدي طالون دوفون ماكسي ما فهمتش جبين زيدوا اسيدي زيد كاين شي واحد عنده شي شي تعليق على على المحلات التجاريه خاصنا نغيروا العقليه اوكي العقليه مونطاليتي توا شونجي اوكي زيد اسيدي مغازا كوهينور ما تعطيش اسماء بلا تعطي الاسماء عرفت كوهينور كدوي عليها بلا اسماء اللي كاين حدا كتفوت بيتزا هوت خلاو عاد خينا جا جل... لكندا وقال لك بيتزا حوت Il doit viser tout le monde. Bravo, Z, êtes divisé. Ça <laughs> Viser tout le monde, ok? Je vous lis que c'est une chose. Allah y xallikom. Je suis avec vous. Avant Je on a dit un jour, je vous dire. mon avis. Parfois, la qualité est inférieure. Inférieure par rapport à quoi? Peut-être la qualité désirée, La qualité est, euh... ok, inférieure. Bon, oh. mauvaise, ok.

الكود ديال الكلاسيفيكاسيون ناسيونال ديال آه سميتها آه كلاسيفيكاسيون دي بروفيسيون okay. اوكي آه سي ان بي نهضروا عليها علاش لا ما كاين حتى مشكل واحد القيد ان شاء الله ونهضروا عليها فيف ماروك لي بري موان شير مي ايسي ترو مسيو اوكي وي دونك حنا كتبناها سي فغي ولكن راه ما تنساش راه جايبينهم من تما راه كاين مصاريف ديال الطياره او الباطو لي فري د لا دوان شارجمون يعني ما فيها باش يزيدو شي حاجه ما صراحه ما فيها غير ما يعيقوش ما يعني يمكنش انت غتشري واحد الماركه معروفه في المغرب كتشريها ايترو مثلا ديال زيت العود كتشريها مثلا 9 دولار كتشري بلاصه اخرى كيبيع ب 7 دولار المهم ما على يعني ما كل حال ماشي مشكل واش خدمه ديال كيسيي في بنكه مقبوله لي تاكس لي طاكس صافي دي كوا لي تاكس تاكس كل في البلاد كامله كاين لي طاكس ما ما كنطرش غيكونوا غيكون مشكل غير عند المتاجر العربيه ابسون دو كاليتي اوكي الله الله ابسون دو كاليتي ديالاش لا كاليتي راه كاين بزاف لي كاليتي خير غندوي عليهم ديال كاليتي الله يخليك انا جديد مع قناه عمري 27 عام كنقرا الدكتوراه وعندي فكره نجي نقرا الداب في كيبيك اي جاوبوك الاخوان الاخوان والله الا غادي الاخوان غادي يجاوبوك قال لكم الاخوان هذا كيقرا الدكتوراه بغى يجي يقرا الداب ان شاء الله الله يسهل الامور جاوبو الله يخليكم لو طون ناخذ انا ل... 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 جاوبو الله يجازيكم بخير السمك غالي بزاف السمك <applause> والسمك فري ولا فريتور ولا طايب ولا شنو السمك بواسون شير انا بواسون شير في كندا كامله انا كندوي على المحلات العربيه الله يخليكم محلات تجاري قراو العنوان محلات التجاري العربية واش ضروري من تيست لونغ باش تقرا داب ابسونت دو نورم ايجيان ايمابيليتي برافو ها المعقول ايجيان وحسن الاستقبال غندوي عليه ايمابيليتي برافو عليكم ديكراداسيون دو دي نيفو شنو هي دي؟ ديكراداسيون 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 دو دي نيفو <applause> جاوبوا الاخوان جاوبوا لماذا المواد الغذائيه المغربيه اقل جوده ولكن غاليه مقارنه مع المواد الكنديه والافاده هذيك فيها كتخلص ريحه البلاد واش حتى ملي كتشد بلاتي بلاتي قاش عندي سلام واش ملي كتجبد صاحبي ديمو ديمو اللي كبرنا به كنا نديروه في كازيرا تاعي خشيو في كازيرا تاعي وكيجي هنري كيجي لذيذ ت ت في تما شي حاجه ماشي مشكل اوكي واش تقدم أنت الطون ديال ديال البلاد غيكون احسن من الطون ديال مثلا هنا يقدر يكون احسن يقدر يكون احسن ما كنقولش لا ولكن آه، مثلا نعطيك مثال الليمون ديال المغرب ديال المغرب واعر زوين ما حس كاينش هنا واخا تشري غالي احو بردت راه كنصيفط لكم واحد التصاور ديال أنا كنشري بالصنادق أنا زريين الليمون، ليمون المغرب مخير كيعجبني سيرتو هديك العلامة، علامة ديال 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 بروتاكت بروتاكتيف موروكو، كي تكون تما، اسمح لي، <تصحيح> خلص عليها باش تشوفها، كتحيدو كتسقق، شحال كنحيدو كنلصقو بشبهنا، في المدرسة، <تصحيح> <تصحيح> إلفالي، إلفودغي دي فيليال أليمونتيغ دي مارك دي بلاد أو كيبيك، إيوا. على ما فيها ماروكا آه شوف كاين شي حوايج ودابا المغرب ديال 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 الدلالحه جيت مولاي بوسلام سلام ولا لالا ميمونه ولا ديال ديال الشياضمه واش هو الدلال اللي كنجيبو هنا انا انا كناكل الدلال بزاف الدلال الاحمر والصفر وما كيش فين اللي حال بحال ديال المغرب ولا ديال انا ما ديال الجزائر صراحه ما نقدرش نقول نهضر عليه كنهضر على ديال نعطيكم مثال التوت البلو بيري بلو بيري آه شيمات انا كنت تما كان ديال المغرب كاين في مولاي بوسلام كاين شركه تما عالميه من احسن الشركات هي الثانيه من بعد واحد الشركه كاينه في آه افريقيا الجنوبيه بلوتوث آه بلوتوث هو <applause> البلو بيري البلو بيري التوت البري احسن من ديال كندا وكندا كثير كيجيبوا من الشيلي والشيلي راه كيصيفطوه للمغرب لوروب اه اسمح ليا البلو بيري انا كان واحد انا راه متخصص في الاكل ديال البلو بيري كان حماق على البلو بيري وقاري عليه وخدمت فيه اوكي بلو بيري ديال المغرب واعر احسن من هادشي اللي كاين هنا انا بغيت لكم كل صراحه غير هو داك البلو بيري اللي كيتباع في المغرب هذا كيبقى سكون ابيل ديشي دوزين ولا ديال ديال لي فيرم على كل حد دلعت زاكوره المهم كيما كان بزاكوره ولا باكوره ولا اللي كان دلات المغرب واير السويله وايره المهايه وايره البطيخ واير الى غيجيبو لي من المغرب الى غنشري هنايا مثلا غنشري دلاع بعشرين دولار وغيبيعو لي المغرب مئة دولار غنشري ديال المغرب علاش حيت شاري البنه وشاري ال ال الكبده وشاري داك الشهوه وشاري الريحه وشاري بزاف الحوايج راه كوميم اصاحبي او ولاتعيقوش اش مكتوب هذا الكيت ديال هذه زوينه اما تكون بحال ديال المغرب كاليفورنيا فيها التمر مجهول ياك والله ما يكون بحال ديال المغرب اللي كيتباع في فاس في المدينه العتيقه في الرصيف اسمح لي لا 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 سي محمد واش الطقس واش 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 بحال دابا الدلاع المهايه سويله مطيشه خيزو قرعان النعناع ورا النعنات المغرب راه الرقم واحد هنا نعنات المغرب نمبر وان نمبر وان راه العالم كله كيقلب كيمشيو دابا يقلبوا على النعناع كيباش يوم ديال راه من الريحه الناس ولاو عارفين هذا عبدي هذا ضياني هذا مكناسي ولاو عارفينو كتشم ريحة ديالو كي اه جورقات كتليحهم في الكاس ولا في النعناع تبارك الله حب الملوك كان دوار لا سيدي لا ما متفقش معاك انا شي ما فرو. حس حيت كيد. كي واللي معروف بحب الملوك اوكي لي سيريز هو اللي معروف به ما كاينش بحالو الله يهديكم اصحابي وانا كندا ست شهور ديال الثلج وكتقول لي عندهم خضرة زوينه ولا عندهم نو 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 على ديال ديال لي فروي والخضره دابا اللي كتباع راه ديالها شي من ميريكان او امريكا الجنوبيه اسمح لي ما ما راه اقسم بالله كون كانت الطياره رخيصه لخوتنا الجزائريين علاش كيجيبوا السلعه ديال الجزائر حيت رخيصه الكيلو على الكيلو في الطياره رخيص كيشجعوا التصدير أه، أه، كيشجعوا الله يجازيهم بخير فكروا ولكن في المغرب ما مشجعين غالي الطياره باش تصيفط انت داكشي في, في 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 سميتها في, في الطياره كي غير مغليه بزاف لارا خوتنا الجزائريين الله يجازيهم بخير مرخصين وما تصوروا دابا كيجيبوا الحوت توانسه تا هما الحوت كلشي كيجيبوه فهمتيني انا غير مساكن كيجيبوه في الباطو واكثرته كيردوه علاش حيت كي في الباكيجين في الـ في لومبالاج وداكشي كيجيبوه ماشي وانا نعقل على واحد شركة معروفه كدير زيت العود هنايا وباطو كامل ردوا ليهم راه كيز الديواني كيز واحد الباليطه كيقلبها كي كتخلص علاش 600 دولار باش تقلبها كيلقى غير قرعه فيها شي حاجه ماشي هذيك الرجله الحرام كامل البلاد يلا الاخوان كملوا باش من ندير هي واش تسمحوا لي المغاربه عندهم الرباح يبيعوا ويشريوا مع اي متفق معاك وي عندهم الرباح تفق معاك هذه كاينه بصح بصح كاينه وي بصح كاينه وي ولكن سميتها الا كانوا رحلات كثار لهنايا بالطياره رخيص كانت انت هما غيربحوا وانا راه الخلاص راه غالي أغالي هل من طريقه لمعرفتها المشغل كيسجل كي بطريقه صحيحه ناز وراه انت اللي خصك تجيب الناز ما هو ماشي هو يعطيك الناز لي مور داسيون سورس اه انت دخلتيني في هادشي خلينا راه نحبك نهضرو في الموضوع ديالنا الله يحفظك اعتقد ارتفاع الثمن راجع بالديوانه ديال كندا وهو لا لا ماشي غير الديوانه نو no, no, no. نو نو راه المركوب ديال ديال الباطوات لا كاري دي فيونت ال... ال... اي موفيز دون كيلكو ريستورون okay, اوكي كتبناها باقاش المستثمر هالمشروع مشروع مربح في كندا و سا دي اه التجاره اللي ولات مربحه هو الفلاحه اللي يمشي شري فيرما صغيره تفاح ولا يدير شي فيرما ديال ياخذ رخصه من عند اجونس كنديان ديال لي زاليمو داكشي وي ويدير يدير اباتوار مزيان بلادنا سمحه وطقس زوين الله يسامح اللي خلانا نخرجوا من اه, آه بلاد بخيرة، ديالنا والله العظيم اللي فيها والشمشة صاحبي كي والقحط شي ما مكت... في الطياره كتوصل المغرب ملي كيبان لك داكشي صفر واتي شي... سبحان الله كيدور واحد الجو كتلقى داكشي ولا كله خضر شويه ال... البحر الواد يعني كاين كاين جو زوين الخضره كاينه موجوده آه المسلم المغربي مو... لا يعطي اهميه النظافه واحد الاستقبال والبشاشه افاده بلاتي نكتبها خايا هذه النظافه درنا عليها البشاشه استقبال والبشاشه الذبيحه حلال مو كاينه ذبيحه حلال ولكن كدير الا ذبحتيها بيديك يا ديك ما ذبحتهاش تقليدك على تقليد 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 على اللي غتشري من عنده احسن تشري من عند واحد مسلم ما كاين ما احسن الماكله ديال المغرب مريم <applause> <applause> وي الماكلة المغرب ما تنساوش لا غاسترونومي ماروكان بارمي لي ميور في العالم كوسكوس كوس الحريره لا سمحني المغرب الماكله ديالو واعره يعني يعني دايره بلاصتها في العالم هذه لا نقاش فيها اوكي لا نقاش فيها آه والله الا مجال مقارنة المقارنه بالمغرب فرق كبير بالجوده ديال الخضار والفواكه عندك الحق ايوا آه سي نورمال ما... ارتفاع تمرجع الديوانه سالتك على موتس برنامج اوكي الاخوان دابا غادي ندوي هنا الا سمحتوا لي اوكي آه الاخوان اللي الاخوات اللي دخلوا عطاو بعد آه بعد الحوايج اللي كيبانوا لهم ماشي معقولين في المتاجر آه ديال الجاليه ديالنا آه كي اللي قال لك سيدي لا عيانه كي اللي قال لك سيدي تحيه عطيره كذلك لك الاخ عبد الله قال لك العقليه ديال التفسير عقليه خاصة تبدل هذا آه الشيء ديال الاخوان ماشي ديالي انا عاد غندوي qu'il di, euh, euh, faut diversifier les accès le à l'homme. La qualité, vraiment, laisse à désirer. Les, euh, les agrumes, pardon, de mauvaise qualité. s'est dit euh, produit du bled en euh, erreur. prix euh, euh, prix tax, de des taxes. Il faut des taxes. ايجيان اي ايمابيليتي واخيرا الاخ ديال افاده تشانل كتب لنا على الاستقبال والبشاشه مكيناش كايناش تصنتوا مزيان دابا غادي نشرح هادشي اللي قلتوا لي نتوما فعلا اول حاجه باش ناكدوا عليها راه ماشي كلهم ليست كل المتاجر أه السلام آه عليكم رضا اوكي لا تعرف اي لغه تتكلموا معهم الاخوان آه سميتها انا لا اتكلم عن جميع المت... مع جميع المحلات التجاريه والخدمات الخدماتيه اللي كيبيعوا دي تروك فيزيك ولا كي بري... كي كي دي دي سيرفيس دي بريستاتير دو سيرفيس كانوا شالهم كاملين و... واحد المكالمه قطعت اللايف قلت لكم الاخوان آه... ما كان دوي كان نقول كل شيء ولكن كان نقول وكان تحمل اللي كنقول الاكثريه التعميم مرفوض ولكن الاغلبيه اكرر i repeat again not all but most of them okay. اوكي كنعاود نكرر je ne parle pas de tout le monde mais de la majorité الله يخليكم بديرو هادشي الشيء معاكم كون كندوي الانواع المتاجر اللي غندوي عليها انايا او محلات تجاريه او الانشطه التجاريه اللي فيها مات اللي غندوي عليه انايا كاينين عندك غنهضروا على المخبزات شي كامل الملاحظات ديالي اللي غندوي عليها تخص هاد هاد اه اتيت انديكاتيف على على سبيل اه ليس الحصر ما فيه على سبيل اه الاستثناء لا المهم اتيت انديكاتيف اوكي على سبيل اه اكزامبل مثال على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر مثال كاينين عندك اسيدي المخبزات بولونجري باتيسري على سبيل الذكر على سبيل الذكر اوكي يس يس شكرا على سبيل الذكر وليس الحصر اوكي دونك غندوي على على سميتها على المطاعم الجزيره السوبر ماركت اصحاب البيتزا البقاله الميكانيسيانات صحاب الطولة اللي كيبيعوا السيارات المحاسب اللي كونطابل الحضانات القهاوي أصحاب اللي دايرين مدارس المدارس ديال تقوية دروس تقوية في الماط في الى اخره يعني مهم هذه القضية حتى عشتها اللي المهن مواليد الضو البلومبية اللي كيبني اللي كيصيبو. الحمامات ما ما مشيتش ليهم كاينين دوك لي سبا ودوك الحمامات تيرك تيب ديال ديال ما مشيتش ليهم هذاكم مشيت ليهم الملاش ما, ما لقى فيهم فهمتيني أه اي واحد كتب ميك اي تاع الميكانيسيان دابا ندوي على هادشي غندوي غندو سيدي شنو هما المحاور اللي غندوي عليها غنقولوا هاد هاد الناس هادو كيفاش كيبداو 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 التجاره ديالهم وغنهضروا على المحلات اللي هما خدامين فيهم وغنهضروا على العمال اللي خدامين تما وغنهضروا على الاداء كيفاش كتخلص اوكي غنهضر على غير على لح... سبيل الذكر الذكر سبيل الذكر وليس سبيل على سبيل الحصر اوكي مثلا واحد باغي يدير م... م... آه... سميتها آه... انشطه تش... نشاط تجاري آه... كوافير كوافير اي آه... ورا حرير هذوك لي حكايات عندي مع هذوك لي كوافور كيعرفوني عندي قنات راه غادي يجيو يهجموا هنا انا يصرخوني <applause> و المهم اليوم حلقة سبيسيال شوية حول ولا قوة الا بها هادو كان غندوي عليهم غنمشي نشري من عندهم غادي يحيحوا عليا هادو مابقاوش يبيعوا ليا من الباب مسيو سوغ <applause> والله الا شريت طوندوز واحد كتب لك والله الا شريت طوندوز كنحسن راسي حيت ما عنديش الشعر انت ما عنديش الشعر ما فهمتي كندير طوندوز الرق صافي وانا ناضي وني ما كنحسن راسي فهمتي كنمشي لافابو كندير واحد واحد شريت واحد الحاجه ديال صافي وكن هاك بالك ملي اللي عنده الشعر وخصو يقاد الجناب ويدير داك هادوك التويشيات اللي كيديرهم في الجناب راه ضروري خصك حلاق ها سينو غتبقى بحال البطانه ديال ديال العجل تقول كلك مبرقة اه اوكي خلاص سمو يا خوال دابا كنهضر معاكم تفكر بالسكري هادوك اللي غندوي عليهم اش غيديروا معايا باش انا انا كنقول ماشي كلشي الاخوان راه ماشي كلشي اوكي راه ماشي كلشي باش من باش من باش ما الناس راه ماشي كلشي الاخوان اوكي راه ماشي كلشي اوكي آ آه يوسف اه عبرتي عليا واحد قال لي يا اه تور دو واحد قال لي ما نبقاش نقدر نشري من موريال خصني نمشي نشري من اونتاريو واش غادي نقول لكم الاخوان غادي نوصل الواليده الله يحفظها لي ولا بقات لي كل شهر المؤونه اوكي على كل حال نبداو الاخوان الموضوع ديالنا نبداو هذا الموضوع ديالنا خلوني نكمل لكم راه انفص معايا كاين واحد بعدا معروف هنا ان فاس معروف في مونيال كاين شحال واحد جوج ثلاثه معروفين والله عمر دار كان جوج كنعرفهم بعدا شخصيا الله يعمرها دار اوكي من دابا كنوجد لهم واحد التحيه بلا ما نقول السميه ديالو بون قلنا نبداو هاد هاد الانسان باغي يحل واحد الشركه باسكو انا في بارمي لي سيرفيس اللي كنعطي كنعطي لي كونسيب بور انفيستير كيجيو عندي هنايا مثلا كيجي عندي واحد باغي يدير كوافير ولا باغي يدير مطعم ولا باغي يدير بزار ولا باغي يدير سميتها شركه ديال الترونسبور نسيتها المهم ما ديت ما عندي معهم قصص ويليك اليوم غنعاود لك مع قصص ترونسبور ديال ولا ديميناجمون الى اخره كيجي عندك معلم انني كنخصني فاكتوري عليه واحد جا عندك استشاره و ما عندي 10 16 ما يخلصوش صافي نهبط نريدو نمشي لات سوسيال ها الاخوان الاكثريه ديال الناس اللي جاو عندي المكتب او جاو عند مكاتب اخرى ديال ديال دي, دي, دي كونطابل كنعرفهم او محا، راه كتجيهم صعيب يخلصوا بالنسبه ليهم ما غايش حيت ما كان حيت ما عنديش الدلاع والبطاطا والشمرتل محطوط فيزيكمون باسكو سي ليماج في الدماغ ديالهم ما كاينش الخطره ما يتقدش غير يخلص علاش غيخلص ما غيديش معاه شي حاجه فيزيك علاش غيخلص دونك العقليه هنا صعيبه مع العلم انه إلى مشى لعند محاسب او او, أو محامي كندي اقسم بالله إلى عارف غيخلص من الاول كونتور غيدخل ما كاينش يقدر يعطي نص ساعه فابور با من بعد كونتور يخدم حيت واحد القضيه خصها عرفوها وانا عايشها كاينه كاين واحد السكيزوفريني في التعامل ديال الجاليه ديالنا عندما يذهبون الى 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 بعض الناس كيعطيو لي سيرفيس انا باقي نعقل واحد الكليه مسكين جا عندي هذه في شي خمس سنين هذه جاب لي الدوسي ديالو حي من عند واحد حد خدمات معنويه نعم خدمات معنويه انا نقدم خدمات معنويه لي بريستاسيون دو سيرفيس فجاب لي الدوسي ديالو كامل جاب لي واحد الكرطونه تبارك الله و... وجاب لي واحد القبقوبي كوبي واحد كندي كونطابل قال لك ودي بغا يبدل قلت ليه ما كاين حتى مشكل المهم علينا باش نجبدوش م... م... من بين الوثائق اللي لقيت من بين ولا أه أه ولا لي 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 فاكتور لقيت ان هذا الكونطابل اللي هو كندي اقسم بالله وربي شادري وكتعرفوني صادوق كنصدق في القول ديالي انا ما كنكذبش لقيت مفاكتوري عليه واحد 80 دولار اش مكتوب فيها اشنو هو اشنو كتظنوا كاتب لوبجي بريباراسيون دون غينيون بريباراسيون دون غينيون ماشي كونسلطاسيون غير بغي غير بريباري لي الجو فين غادي يجلس معاه ويدير لي قهوه ويدير لي حيت تايم فمي عبدال فاكتور اخرى لقيت فيها كوبى فاكس ايميل انا كنعرف واحد شخصيا كنعرفو كنعرفو كان قديم كيعاود لي واحد الكونطابل واحد نتلاقى معاه في بار بار تلاقى معاه بار سكر وياه وسولو بقى كيسول فيه اقسم بالله قال لي مشيت للبيرو القى <applause> الفاكتوره مصيفطه وراه وكي وكيجاوب وعاقل مشى البي... مشى ال... مشى ال... مش الاخر الكونطابل مشى مشى البيرو ديالو قال الكاتبة فاكتوري لي راه شو سولني انا كنلقى هاد المشكل كاين شي كاع انا داكشي علاش حبست الكونطابي مابقاش كنشدها ناقص بارك هي لونسينومون وان شاء الله الا خدنا البيرمي نديرو كونسيطون ليميغراسيون وتشوف تشوف واش غتسلك معاهم حتى هما ودابا تبارك الله الطالب دابا انا ما عنديش حتى الدوسي ديال الطالب انا نقول لكم القضية القضيه أحسن عواني استشاريين انا ماشي استشاري ما تا حتى دوسي ديال شي واحد وكيسولني غير شي طالب شي سؤال كيبقى يعاود يسولني ألف مرة يقدر يعيط والله لا كيعيطو مع بال بالصباح في ال# النمرة اللي عندي الواتساب وهذا ما عندي لا دوسي لا والو كيصد عني سول سؤال واحد جوج خلي فرص آخرين أوكي دونك نرجعو للموضوع ديالنا فملي كيجي فملي كيجي يبغي يحل شركة أو يدير هاد النشاط التجاري أقسم بالله كيدي معلومات أنا ما كنخبيش المعلومات هاد المسائل كيكونش عارف اللي في مزرواطه ما عنديش مشكل ولكن ملي ملي كتقول لي راه خصك تخلص كتجي كي ثقيله كيقول لك راه صيفطني فلان تبارك الله عليك راه شكرك وصيفطني فلان اش غندير انا بفلان ما من بعد قلبت اخويا كنت كنقول لي سميت الزاسيستونس اللي معايا ما كاينش يخلص قولوا لي شحال ما عنديش فابور عندك نص ساعه فابور بحيد هذاك باش غنضبط انا هذيك نص ساعه لي فابور باش غنضبطها باش اه من ديبار ما يدخلش عندي خويا يدخل عند الكاتبه يمشي عندها إيه سميتها كارت ديبي ولا اسبيس مو انا يعني جو بريفير كارت ديبي بي ما كنبغيش الاسبيس اوكي دونك آه يخلص ويجي يجلس هادشي اللي كاين ما عندي فيه حتى شي مشكل زاد كثر غادي يخلص هادشي اللي كاين دار قل غادي نردوا لي باسكو كترد ليه الكارت ديالو كترد ليه الكونت ديالو شي اللي كاين دونك هاد الناس هادو كيتشطرو بزاف اكثريه اللي كيبغي يحل وانا ك... انا كنقول تحت المسؤوليه ديال الاكثريه ماشي كلشي الاكثريه ملي كيبغي يحل شي شركه وكيجي ما كيبغي يمشي عند القباقب غادي آه يعطيو العصا آه. اي آه ما كاينش غي... عليه وما اي حاجه بقى, بقي يجاوبو عليها ملي كيمشي لعند خوه ود الجاليه ويجلس معاه ويطول معاه في الاخر كيقول لي واه بزاف ما تحسبلي لي واحد خمسين دولار 90 دولار استشاره 90 دولار ساعه اه بزاف استاذ راه كيديروها ساعه كيديروها فابور واه لي مشكل هادي <applause> واش غنقول لكم اما نعاود شي خصني شي نهار خصني شي نهار ندير واحد دا واحد دا حلقات فيها شي 300 حلقه كل حلقة فيها 10 دقائق ونعاود لكم المعاناه مع الجاليه من ناحيه الاستشاره لانني في هاد الدومين من 2000 وحليت المكتب ديالي في 2005 مكالمات اه كيويلي مكالمات كيقطعوا لي اسمحوا لي فسمعتوا الاخوان أه سميتها أه ما بزاف وبزاف عرفتي داكشي بزاف ما شي محاسب او محامي معقول معقول كيقدر كي, قدر... كي قدر... صدعونا يا خويا بهاد المكالمات دابا نحيي هاديك دون أه، دو ستار سمعتوا الاخوان راه مشكل مشكل وتصور واحد واحد باغي يدير افير افير باغي يدير افير بزاف د الفلوس وكيتشطر 90 دولار الساعه يلا وراه مشكله ونعطيكم واحد القضيه اخرى دابا كتلقى واحد طالب عنده ان بو ولا شي واحد ان كارون حاط 500000 درهم اوكي وكيجي عند استشاري وبلاش يشطر معاه يلا وا وا و... و... فهمت السلطان أنا بحال شنو انا هو اللي كيطلع لي السكر كان في في اللايفات اوكي راه هذا هو المشكل هذا هو المشكل اخوان اذا رجعنا لهذا الموضوع هذا وكاين اللي كيشي كياخد معلومه وكيمشي كي يقولك آه وي اوكي با آه بروبليم ان شاء الله نفكر والله يجازيك بخير معلومات اوكي خلص ماشي مشكل ولكن ما كي ما كي علاش ربما خلص بالزمن نور ربما يحشم الله اعلم كل كياخد خويا معلومه كيمشي كل كي خويا بغيت ندير شركه بغيت واش هما دابا جا من المغرب كيجي كي من المغرب مثلا قبل ما يجي كيتصل كي بيا الى خير بغينا استشارات كنقول له انا مابقيتش كندير استشارات كيقول والو راه راه قالوا لنا سير عند السي ابراهيم راه الناس اللي كانوا معاك راه دخلوا المغرب راه شكروك وهادي اودي الله يدك كندير معاهم اش كيجيو كيندموني والله العظيم وكنحشوش منهم كيقول لك اسمح لي فهمتيني عطيتك معلومات ديطاي وداكشي راه نفكتو عليك ماشي على كل هذا موضوع اخر فهمتي فأنت... داكشي علاش انا كنقول اخوان اللي باغي يدير كونطابيتي غير يبعد من الجاليه صراحه يخلي من الجاليه غير اللي هو معقول صافي تشري كي ستينا وطوينا نهضروا دابا على واحد القضيه اخرى نهضروا على أه هو السيد هذا خد القرار ومشي حل شركه مثلا اوكي

والاكثريه اكثر كيقلبوا على بور خوص وتصور يا اخوان تصوروا هاد القضيه كاين دي زيكسبير كونطابل كتعرف شنو اكسبير كونطابل سي بي ا الطوب ديال الكونطابيلتي دي. بقوه مساكن ما كاينش الناس بزاف كيديروا كيديروا مثلا ديكلاراسيون د امبو غير ب 10 دولار غير ب 20 دولار شوها وفين كيديروا الاعلانات كيدير فهمتوا الاخوان كاين كي في القهاوي وحق الله العظيم كاين راه درت واحد الفيديو واحد الفيديو راه قلت شوف انا عبد الوحيد بكل تواضع درت واحد الفيديو ما كاينش في اليوتيوب بالدارجه كنشرح فيه طيله 35 دقيقه كيفاش اشنا هما لي ديكلاراسيون دامبو اللي كيديروا في كندا واشنا هما الوثائق اللي تجمع الى اخره الوحيد اللي درتهم بالدارجه وقلت لكم عندكم ديروها في القهاوي مالي نرجعوا للموضوع ديالنا فملي كيحيد الشركه هادي غنهضروا على يحل مثلا مطعم او بيتزيريا او جزار او باتيسري او ميكانيك او الطوله او الى او او او, الى اخره فشنو كيدير المحل بعدا نهضروا على المحلات ديالهم اول محلات ديالهم اكثريه ديالهم محلات فيها الوسخ موسخه ربما تيجيكم غريب ولكن اكثريه ديالهم موسخين سمعوا لي كل الاحترام وانا كنهضر على حكم ان كنهضر على موريال كندوش على شي بلاصه اخرى كان دوي اش آه هذا قالك لك طنز ابراهيم ما فهمتش اش كتعني الكلمه هذه على كل حال آه انا كندوي على المحلات اللي مشيت ليهم يعني هذه السنين واللي معروفين بزاف كيمشيو ليهم الناس ما سميتها ما نعطيكم مثال دابا ملي كتمشي لعند ريستورون هذيك النهار جا عندي جا عندي السيمو و سميتو الاخ أه فيصل تاهم القناة ديال مغربي في كندا و سيمو مول هربا اديسيون مشي مشي مشينا مشينا مشي عند واحد معروف هنا واش غنقول لكم الخوت و مغوبش بحال تخوبيش ديال داك تروتسكي فهمتي ولا داك المهم دوك شو داك اللي كيدير واحد راه مثل فواحد فيلم ديال ليكزورسيست بلا ما تذكروا الاسماء الاخوان بلا ما تدخلوا اسماء راه راه معروفين واش الاخوان واما كاين الابتسامه والطبلة شي طبلة والله ما بالله احنا دينا نمسحوها فهمتوني وقلنا بين المهم على كل حاجه ما نهضرش المهم بعدا الخد... لا كاليتي زيرو لا كاليتي زيرو اوكي ها هو خسر انا ماشي مشكله انا كان انا واخا كنمشي كنمشي عندو علاش حيت كيجيو عندي بعض أصدقاء خارج موريال وداكشي ما يكون عندي مسحون وقت قريب ليا كندي ليهم والبارح و... حشمت ن... ندور في داك السيد فهمتيني ا آه... سميتها آه... ديك النهار عاوتاني مشينا مشينا ل... لعند واحد خينا كيدير الحوت حيت صحاب الحوت ما كاينينش بزاف هنا في موريال في موريال كاين الحواته بواسونري كاين تقريبا كاين واحد بعدا المعروف معروف عنده شي ربعه ديال المحلات اوكي هذاك مابقاش كنمشي عنده أه شي شكل فهمتي يعني واحد أه ديما جايب لك حاجه ناقصه انت جالس سته ناس كدة يجيك التواصل ناقصين لا كوموند مقلوبه أه بلاد بلادهم ديالهم كيف قال الاخ قبيله قال البشاشه ما كايناش ما كايناش البشاشه وحسن الاستقبال أه كتبك شي حاجه وحاجه اخرى ملي كترجع يعني كتقول الله يخليك هاد الفريتور هذا راه كلها كحله محروقه يعني كتحس بيه بحال كتمشي عندو كتقول ندمتي كاع كاع تا جلستي تا باش تسولتيه بحال القهوه دابا كاين قهوي دي ديال ديالنا غير قهوه ما تعجبكش بحال البلاد دابا دا في البلاد عندنا القهوه الا ما الا ما ما عجباتكش اكثر ما كيبغيش يمشي عندو كيقول لك غادي نمشي عندو اصاحبي بقا تجابد انا وياه على قهوه كتشد اش كندير كان كان مشي كان نجيب كاز ديال الماء وكان نزيد فيها شويه الماء وشربها ما عندك وش <applause> وش ما واش داب زانويا واش انت شارق وياه ما انا ماشي داك النوع ما كان فهمتي ما عندك ما اوكي السيرفي زيرو فا ف ف بعد خطرة عاوتاني كت... الشيء راه طيب وكتشم فيه الريحة كتشم فيه الريحة كتفيد تهضر معاه نعطيكم واحد القضية واحد الإخوان واحد إخوان حكاو ليا والهضره عليهم هما ماشي انا ما حضرتش لها مي كيعاودوا كيعاودوا قال لك بغاو يجربوا القضيه ديال التعامل كاريتي اشنو داروا كيمشي مشاو سيدي عند جزار عرب وجزار ماشي عرب مشاو شي ثلاثه ولا خمسه عند كل واحد دازت واحد تقريبا شي نهار ورجعوا عندهم قالوا واحد الله يخليك هذا راه لقيناه سميتها فيه الريحه واحد الزراق واحد ما ما, ما طيبش هادوك ديال العرب اه داروا فيهم قال لهم لا ما كانش كنت تجيبونا في الوقت فهمتيني كيفاش خصني دونك الا من عندك اللحم جي معايا البوطا جي معايا الكوكوط جي طاطا البرقوق الطاجين ها أه؟ والقزبر ونقي الخضره حداك في المحل ونطيبهم ونجلس سنه وياك تسنى السفاره الدور ديال الكوكوط دوك ندوقو داك اللحم واش طيب ولا ما طيبش ما تأخش فيها واحد فيهم ردوا ليهم الاخرين اقسم بالله على حسب ما قالوا وقالوا كسيدي بدلو ليهم وهو السماحه وشوف انا عاود ولي بقيت غير كنشوف وناس ثقه ماشي ماشي واحد اللي ديال السوقيات يلاه والله الا انا حشمت بالله شيتين المعدنوس المعدنوس <applause> التومة <applause> كونترول <تسجيل> دي <تسجيل> <تسجيل> انا راه جاي ليه جاي ليه هاد الحلقه راه تكون طويله راه ما اقل من ساعتين ما <تسجيل> 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 اوكي هادي مشكله هادي المهم وحلال هادوك لي لا حنا كنهضروا شوفو ماشي قيت حلال قاديت قاديت كومبورتمون واش إخوان الاخوان قاديت كومبورتمون هذاك الحم حلال ولا حاره اون فيش حنا اللي كيهمنا سي واحد خصو يشري الحلال ولكن اللي كيهمنا هو المعامله هي اللي كتهمنا هنا المعامله راه الله سبحانه وتعالى قال صور في في, في العمران. آه يا بني اسرائيل واحد الكماله ديالها قال لهم آه واقيموا الصلاه واتوا آه وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه سبق الاحسان على العباده واقيموا الصلاه آه وقولوا للناس حسنى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، سورة البقرة في الحزب الأول على الماضي أوكي؟ دونك حنا 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 كنهضروا على المعاملات، قلنا هدرنا على الوسخ، أكثريتهم ما عندهم داكشي الوسخ، الطواليت مشينا ليها البارح، رانسو يدينا درنا الماء، لقيناش لا من شافات الوراق، لا هذيك ديال أوتوماتيك، حشاكم حتى اللي دخل تما يدير لي بوزوان ديالو ما عندوش حتى بابي جينيك يلا اوكي ها آه خاصك دابا تمشي المطعم. دي معاك فوطه دي معاك بابي جينيك ديالك دي معاك اسويتو ديالك ها أه؟ داكشي خاصك دي معاه والله العظيم خاصك دي معاك هاد المصيبه كحله أه وحاجه اخرى أه دابا كنهضر على الوسخ ياك وبعض الخطرات بعض الخطرات سيدي كي مثلا كيجيب لك الطباسل واش هو العكز واش شوفوا العكز الاخوان عوض يجيب لك واحد جوج ديال الطباسل ولا ثلاثه خفيف كيجمع كلشي ويجيبو لك فهمتيني جايب لك الصينيه ثقيله وجيب داكشي وجايب شي طباسل مجموعين وصبعو وصلاطه ولا داك السخط اللي جايب ليك واش الاخوان اب شويه لك مالك اب شويه لك اب شويه لك الاخوان اب شويه لكم سي تانتيغ دي لي انا آه دابا كندوي بل... على قبل الله يديك تانتايا كندوي على قبل شويه لك ممنوع لي ريستو ممنوعينش دابا الا كندو قل من خمسين فوق خمسين بلاصه ممنوعه اوكي ويخدموا غير بلا موتي ديال 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 دي لا ال... كاباسيتي ديال دي ال... دي ال... دي ال... دي ال... <applause> المهم نكمل لكم الاخوان نكمل لكم وحاجه اخرى حتى هدوك اللي كيطيبو انا الخطرات لك شي واحدين كتقول اصاحبي هذا اش كيدير تما وتا اللبس ديالهم غير موحد شي لابس سيرفيط كاسكيطه شي لابس تريكوم شي شكل شي لابس طابليه شي دار طاكيه فهمتي وهذاك واحد القضيه وبعد الخطرات اقسم بالله الا شتا بعينيا شتي هذاك اللي كيزحو تيعبر ليك وهو كيمشي لاكيس كيتخلص يلمانيبيل دلارجون ويجي يهزك نتايا بلا ما كيخلص بلا ما يخسر يدي وليد شي شي كون ولا شي حاجه راني جاي دور مراقبه جاي 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 راه غندوي وفي لي باتيسري لاحظوا الاخوان القضيه لاحظوا، لاحظوها انا غنسولكم الناس اللي ساكنين هنايا انا متاكد غيجاوبوني غي الاخوان اللي في اللي في اللي في اللي في اللي كيمشيو في... من ديال القباقب أه الناس اللي كيكونوا كيسربيو اش كتلقاهم دايرين على ف... ريوسهم تعليقات واير والله الا عندكم تعليقات واير برافو عليكم بوني ولا شبكه فوالا ديالنا كاين ديالنا كاين اللي كيديره ولكن قليل 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 اسمحوا لي قليل واللبسه المحاده ما كايناش اوكي انا جاي العمال انا جايكم العماره فين ما داك تاو بلادي جايه العمال، دابا حنا راه غير في، غير في واحد, في واحد 3% الشي اللي غادي نقول لكم الإخوان، أوكي؟ أه حتى ما، داك الشي اللي جيان غطي راسك، ليكم ما كاينش، أنا أنا ميرة كنمشي لبعض المخبزات، تلقاك كتشد تجمع لك ال، ال، سميتها ال، مثلا نعطيكم مثال، وتصوروا دابا أنت غادي تشري وشوف شوف 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 الحساب كي خارج غتمشي تشري لي لي بتي بان مع مثلا المسمن او مع مثلا آه لي غاطو كيحاولوا يجمعوا داكشي شي خنشه وحده مثلا الباكيط مع لا لا, لا ما تخدمش كل شي. مثل آه مثلا هذوك آه لي نوازغي مثلا كاين اللي فيهم مثلا فوق آه كونفيتور المهم شي حاجه اللي هي آه اللي آه كي خلط حتى مع بتي با ومع الكرواسون لا أقول لا قباق ما كيديروش هادشي الحاجه كيديروها لك في خنيشه ديالها صافي راه غيكون حاسب التمام ماشي مشكل اوكي أه واحد القضيه اخرى أه الطبالي شي الطبالي اقلي اللي كيمسحهم اقسم بالله أقليل اللي كيمسحهم وحق الله الاخوان اللي قليل اللي كيمسحهم شي الطبليه اللي ما لي وقلتي ليه وقلتي ليه وقلتي ليه اللي قلتي ليه الاخ الله يخليك شي شيفونا عطيني المسح ما عيقش اما دوك صحاب صحاب البيتزات اللي كيديروا الطبالي على الداخل وقليل اللي كيمسح آه كتلقى الدبان بعدا كيمكش تما ما كيمسحوش قليل ما كيخدموش ناس بزاف هو راه كاين سربي بعدا كتلقاه دير واحد الطابلييه كله موسخ ب... 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 بالدقيق و... وفانزي فهمتي وكيدير كلشي يجاو في التليفون ويضرب داك آه العجينه ويش بدك داك لك حل ويدهلك راس لك هذاك آه لاصوص داك العجب بوحدو كيدير هادشي ولا واحد معاونو اوكي وطبله الطابله تمسحها اوكي انا مشكله اخوان راه مشكله ورا ملي كتشد ورا شدي ديك الوراق باش كتمسحو بهم بحال هادو وما كيعطيهمش لي قليل تا تقولهم ليه اقسم بالله الاخوان اه اقسم بالله تا تقولهم ليه تا تقولهم ليه ماشي كلهم ولكن قلال آه, أه،, أه، باردون ماشي كلهم ولكن اكثر هي وانت <تكت> كتقول لهم تا كتقول انت كتقول لهم الله يخليكم للسيرفيات ويعطيك بالحساب بالحساب يعطيهم لك وحتى ولا جوج اه خلاص ترى راه كيدير 1 دولار ولا جوج في دولار ما

بلاتي يا الاخوان بلاتي هذا الاخوان هذا السيد هذا هذا السيد سيدي في خمس سنين خدا 12 اموند خدا 12 اموند علاش لقاو عنده لقاو عنده الفيرمين لا فيرمين كتعرف شنو لا فيرمين لا فيرمين هو داكشي اللي ما كنحمروه دوك اللي ساكت ما كيتحملو حتى واحد بحال البرغوت بوز لي بوز لي بو لي بونيز عندك البق ديال الفراش كيسمو البق الفراش الى اخره لقاو عنده وحشاكم الفيران ميتين لا ناقصه او سيرو سيرو سير وعاد ريفوني كيبيك متابعه قالت لي انت مخدم عباد الله تقريبا واحد 23 مليون ديال الدولار ما خلصتيش لي روتوني على سورس اللي كتوصل 8 ملايين ديال الدولار آه الاخوان ما علينا

اوكي المهم كمل لكم الاخوان كمل لكم اسمعوا لي اسمعوا لي عجبكم الموضوع عجبكم قلنا أه، السرابس ما كيعطيهمش ليك خاصك أه تقولهم لهم اوكي أه القضيه اخرى كاين دابا واحد كيحل محل ديال الاكل كتلقى الضيق كتلقى الضيق يا اخوان كتلقى الضيق وانت دابا بحال 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 البلاد كتدخل القهوه انت جالس في الطبله ديالك كتاكر مع اللي معاك وكاين واحد الودن حداك وراك حداك ما تي دي رونجي اه كتضطر تخرج شي شي تقول على برا واخا كاين البرد اوكي حاجه اخرى دابا هضرنا شويه على باش من باش ما نكثرش عليكم هادشي أه ديال الوسخ وداكشي راه كاين فهمتيني ما مخابرات قال <applause> لك اف بي اي ما علينا دابا غادي نهضروا على موضوع اخر عنده دابا سيدي على على العمال لا لا على الاستقبال الاستقبال الله يخليكم الاخوان بغيت شي واحد فيكم يقول لي واش 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 لا حكى الله يفرح ما نخليش اوكي لان قدر يجي يجمعوا لي خويا انا يحيحوا لي الناس يقول لك لا راه كلشي بخير وعلى خير انت نيجاتيف وهذا تشوه بينا <applause> المهم سؤال الاخوان البشاشه وحسن الاستقبال اعطوني عفاكم نقطه على عشرة على عشرة اعطوني ملي كتمشيو المحلات ديال الجاليه ديالنا نقطوات تنقيط نقطو الله يخليكم على عشرة الله يجازيكم بخير باش ما من ما نقولوش رانا ظالم اعطوني الله يخليكم ثلاثة على عشرة ناقص <applause> ستة جوج على عشرة أوكي شي ما جوج عشرة أوكي واحد أربعة على عشرة صفر عشرة ناقص عشرة تكونوا عايشين في كندا ما تكونوا في المغرب وتعطيوني هادشي الله يخليكم خمسة على عشرة صفر ثلاثة عشرة ناري المهم حنا خمسة عشرة أوكي مزيانة خمسة على ناقص عشرة آلاف <applause> لازم حلقات متسلسلة لا أخويا ما عنديش الوقت أنا كان شو أنا راندي في ست سوايع اللي غ... اللي مهتم راه هو اللي غيدير حلقات راسو ما نبقاش أنا نضيع الوقت ونبقى نقسم ما ما أنا ما راح أحتاج زوج يتصل بي بليز أحتاج زوج يتصل بي بليز ما فهمتش ما فهمتش يا روفان ما فهمتش الجزائرية ما فهمتش يا أخي واش عندك الزوج ديالك هنايا كتقلبوا عليه ولا شنو سمحوا لي راه ما فهم فهمتش حاول تكتب باش ن... نعاونوك يا اخي المغاربه هما المهم صراحه لا علاقه ناقص ألف على حتى نجي نقول لك اوكي بغا بغا تزوج بغا <applause> تزوج يا ربي يسهل عليها يا ربي يسر ليها احتاج راجل يتزوجوني بليز ايوا ماشي من هنا فهمتي الله يسر لك الله يسر لك راه كيقول كي مثلا الاخت لو مارياج سا سو ديسين اون هو اي سا سو اون با اوكي يعني راه راه مكتاب وفي الارض كيتكتب في السماء وفي الارض كيطبق كي اوكي الله دايو ما امين يا ربي جوجها يا ربي سهل عليها يا ربي عطيها شي ولد حلال شي ولد الناس اوكي هادشي آه، اللي كاين هادشي آه، اللي كاين اختي هادشي اللي يقدر نساعدك هو الإخوان الاخواني معاك الله يصل الامور والله يجيب لك التيسيره بنتي اوكي اذا اخوانتهما شوفوا كتبوا كتبوا على كتبوا على على البشاشه والهشاشه والخشاشه والابتسامه ما كيناش ما كيناش ما كيناش الاخوان ما كيناش وما كيناش الاتراك عندهم الاتراك اقسم بالله الا عندهم ماشي كلهم تاوما من الاغلبيه ديالهم عندهم سيت لي واخدين ان فرانشيز اوكي لي واخدين ان فرانشيز وعلى ديك لي فرانشيز وعلى ديك الفرانشيز نسولكم يا اخوان اللي عايشين في كندا الفرانشيز كبار الواعرين ما عمركم شفتو شي واحد عربي ديال عندها اكثريه هضروا معايا الاكثريه مثلا تيم هورتنز ولا ولا ستار ستار بوكس ولا سميتها المهم دوك الكبار لي فرانشيز الكبار ولا بوستن بيتزيري ولا ماكدونالد واش عمركم شفتو مع اكيد كاين اللي عنده ولكن قلال ما تلقاهمش هاد الناس بزاف علاش ما تقولوش يا غالين حيت ما يقدروش يتبعوا لي نورم ديال هادوك ما يقدروش لانهم تبعين كرا لا الريال اللي دخلتي معروف كاين ديك تشيك بوستون تشيكن بوستون تشيكن باقي نعقل في فين كنت نقرا في الـ NBA. كنا قرينا واحد لوكا ديال هارفارد كنهضروا على شي ديال لا الى اخره وقرينا واحد لوكا ديالهم هما وهادو مكونيكتين مع بوستون والفريت الى برد ليك البطاطا الى بردت او اي حاجه عندها طومبيراتور كيعلموك اوكي كيعلموك واش فهمتوا الاخوان عندهم دي نورم علاش ماكدونالد تيم في كندا كاملة عندها نفس ستايل نفس ديزاين كدير ديالهم ولي نورم ديالهم ورا قابل متا ديالنا لا خصهم التخلويط خصهم الخوات خصهم الفلوس كاش تحت الطبيلة خصهم كحيلة واش فهمتوني اخويا غادي نجي هاد الهضرة هادي مهمة تا وحده اخرى فوكي ايجيا ولا تماما ما تلقاهمش مالينا البشاشة والابتسامة الاخوان راه مكيناش كاين اللي عنده كاين كاين اللي عنده ولكن الأكترية ما عندوش اكثريه سمحوا لي الاكثريه ما عندوش ما عندوش الابتسامه واصل والسيد قلنا لي البارح واش شريف واش الشريف راه السيد قال لك جمعنا واحد الطبيسيل ديال الحلوه متنوع وجيبوا لينا جاب لنا غير واحد ثلاث الحلوات وفاش جايبها شوفوا شوفوا باش الانسان تكبر بيه خصك تجيب لي الحلوه في الطبسي ديال الطبسي ديال البديع ولا شي حاجه وجايب لنا دوك الطباسل دوك ديال لي موس ديال دوك الجوطابل اوكي هذوك واحد الطباسل جوطابل تم صغيوا جايب لينا فيهم ومغطياه جايب لنا بالظن حيت جلسنا على برا اوكي لا مشكلة لا يا اخوان والله العظيم لا مشكل ندوزوا لواحد حاجه اخرى هاد المتاجر واحد القضيه نهضر على العمال دابا نهضر على العمال اوكي نهضر على العمال الاخوان بالتجربه وبالمشاهده وبالمعرفه ديالي الشخصيه الى اخره أه سميتها اكثر <applause> ديال الخدامه نون ديكلاري وسمعتوني ولا ولا نعاود الا كشو الا كان الا كانت شي كذوب اكتبوها تما الاخوان اللي عايشين هنا قولوا لي هادشي راه كذوب راه كذاب اكثريتهم كيخدموا في النوار كيخدموا في النوار كيستغلوا كيستغلوا لو بوزوان والاحتياج والحاجه ديال الناس باش كيخدموهم في النوار انا براسي تلاقيت مع شحال من طالب اجنبي مسكين خدام كيخدم اكثر من 20 ساعه كنسول واش نديكلاريك كيقول يا عمي لا كنقول لهم تقول لي حتى شي واحد سير هضر معاه بينك وبينه راه لا لي لقاوك هنايا راه مشكله لك ولي هو واش فهمتوا الاخوان كيخدموا كيخدموا مساكن آه مساكن لاجئين اللي مازال كيتسناو اللي حاطين الطلب ديالو آه كيخدموا آه سميتها غندوي عليك لا ديفيزيون ديال الانسبكسيون غندوي عليها كيخدموا لي توريست برافو ويكزاكتو كيخدموا لي توريست وتصور واحد دابا جاي توريست يعني راه عنده فلوس وكيجي دابا يخدم لنا في النوار انا انا فاهم وادي انا واحد هز كونط بونكير دافعو في دوموند دوموند عامر فيه فلوس عامره خدا الفيزا و... ودير لهم ريزيرفاسيون د لوطيل ودير ري... لهم ان بلون دو تورني او كندا قراوه الفتاوى قراوه شنو دابا باش ياخذ فيزا كيجي كي انا ويخدم في النوار كيجي يخدم في النوار كيخدموا كي مساكن العيالات مساكن اللي عندهم مشاكل مطلقات آه، سميتها ما كيديكلاريهومش ما كيديكلاريهومش اوكي ما كيديكلاريهومش باغي نجرب الكورفي 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 <applause> آه الاستغلال باش سي ليكسبلوطاسيون و تشوف ثمانية دولار و تشوف تشوف واش دولار الحد الادنى الاجر اللي كاين في كندا ابتداء عقلوا ابتداء من ماي 2020 وهو 13.10 دولار 13 دولار فاصلة 10 سنت قبل كان 12 ونص وقلنا 12 ونص قبل من ماي 2019 كان 11 كان 11.25 اوكي وقلنا 25 كان 10.75 الى اخره على كل حال لا اتفق ليس استغلال المهم على كل حال المهم كل واحد كيفاش المهم راه ما مخلصاش مزيان او ما مديكلاريش اش كتسميها الاخ يستغل الحاجه حاجه هاد المراه هادي مراه مطلقه مراه مراه مسكينه فف فف مثل الراجل ديالها اش كتسميو بالعربيه مشاتي العربيه المهم تاتكتبوا لي العاكم تكتبوها فهمتوني ارماله ارماله أوه اي اي ارماله او ماي جاد ارماله ارماله اسمحوا لي ارماله اوكي و مربحه قالك اسمعوا قالك واش هاد المشاريع مربحه اجاوبوا الاخوان واحد السيد قال لكم واش هاد المشاريع اللي دويت عليها دابا مخبزه مطاعم جزار بقال بيتزا ميكانيك طولاز بيع السيارات القهاوي واش قالك واش مربحه وايدو يس قالك واش واش مربحه كتبوا لي واش مربحه واش مربحه الاخوان آه الربح اللي كاين والله ما كتصور انت سير تقرا راه المخير فيهم مخير فيهم عنده أربعة ديور في البلاد واش نتوما مزازين ولا مالكم راه كاين غير الكاش بيان سور بيان سور بيان سور مون اوكي دايرين الفلوس صحتهم نبغيهم يديروا فلوس كنفرحوا وي ويصيفطوا الفلوس للبلاد ويعاونوا ويعاونوا مرحبا ولكن ما تستغلش اخويا مساك اللي ما عندوش ما ديكلاريهمش ما تجيش انا تقول لي ما عارف غادي نهضروا على قضيه الخلاص راه مهمه غندوي عليها اوكي اربع خياليه يا اخوان اه خياليه انت راه دازوا عندي انا كليانات اللي تفكيت منهم هكا آه، يصورو زلابس فلوس ولكن إخوان الله يهديهم الله يهديهم راك اللي, اللي كيبدا غير بشويه وكيولي داكشي يولي فيه في الدم ديالو اوكي المهم آه، وراه غوفني كندا غوفني كيبيك راه دايرين واحد رقم هاتف كيمكن لك دينيونسي شي واحد كيبان لك كيخلوط نتا و ديالك فهمتيني نتا و ديالك فهمتيني ما بغيتي تعيط لهم عيط لهم باش عيط لهم شغال كذاك كتسمى دينونسيسيون اوكي و غوفوني كندا أه و غوفوني كندا ديري واحد النمره الا لقيتي شي واحد كيدير ليفازيون فيسكال ليفازيون فيسكال و داكشي ديال باغادي فيسكو سميتها باغادي فيسكو الجنه ماشي داك العجب ولقاو إنه يقدروا يربحوا منو على الاقل 500 الف دولار كيعطوك 15% اوكي حشومه ديال علاش حشومه علاش غيكون حشومه ديال حشومة شو واحد كيكتب حشومه ما عرفش حشومه ليش حشومه انه كيستغل الناس حشومه انه كي انا سمحوا لي راه واحد القضيه نقولها لكم راه ما كيحسب شي اللي كنعاود لكم انا الا اللي كيخلص على سوس دابا نتوما في البلاد مثلا واحد كيخدم كي على سورس كيقطعوا ليه الضرائب كيقطعوا ليه ليير كيقطعوا ليه لامو كيقطعوا ليه السنه اوكي وقطعوا لي ديال دي 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 اللي دخلات لا ديال بير دومب انديفيدي بير دومبلو كيقطعك على سورس بلا ما دوي بلا والو طرق حدا بلي غيشد 10 مليون بروت راه كينقصوا ليه على الاقل واحد 30% ولا 40% واش غيعجبك الحال يبان لك واحد داير ريستورون ما كيخلصش كيخلص داكشي اللي خصو يخلص واخا والكاش وما كيديكلاريش ونهار يهضر فيه شويه تقول ليه حشومه ما. راه ماشي منطق هذا اخوان ماشي منطق راه هادشي راه في العالم ماشي غير في المغرب راه في العالم كامل هادشي كاين راه في العالم كامل كاين ما كاين ما باغيش يخلص ضرائب ماشي غير المغرب ولا الجزائر ولا تونس آه لا حنا كنهضروا كنقولوا العالم كامل فيه القضيه هذه ولكن الشكل اللي كاين في الدول المتخلفه صعيب ما عندوش عليها اوكي انا دابا كنقول لكم كنهضر غير على كندا كنقول لكم بان راه مخدمين الطلبه مخدمين الحراقه انا مشيت واحد النهار جو مرات مشيت ل... ل... عند واحد المحلات ديال واحد الجاليه ما بقيتش كنبغي نمشي عندهم لان الحاله كنساهم اوكي الحاله كنساهم بقاو فيا بقاو فيا والله الا عزو عليا بالله واحد مسكين حارق واحد حارق واحد واحد آه سميتها كتسنى اللجوء السياسي ديالو واش فهمتوني واحد واحد النهار لقيتو خدام في النوار ما حملتو ما قبلتو علاش ما هو طالب ما هو ف... ف... ما هو سميتها مريض مريض زعما ما هو توريست ما هو هو مقيم دائم مقيم دائم مقيم دائم عرفتوني ليش ما حملتوش علاش في ديالكم طاح من عيني ما درت ناقص انا غير شفتو كان كنعرفو شتو درت ناقص ما ملي مشيت سولت لقيت واسيدي لقيت واسيدي هذا عنده اه برافو ها هو جاوبكم أرجع أرجع, أرجع أرجع دي دي زي فيرسيون سازا قرا وش نكتب قرا وش نكتب قرا وش نكتب لا فيو كندا تا هو في البسبيس هذه في البسبيس هذه 10 سنين ليت سوسيال كنسميوه في كندا البسبيس ولا بو حسين كيسميوه البسبيس اوكي حيت بي اس سميتو بي اس بيان سوسيال صور هذا عند ولاد سوسيال تبعو معايا ها هو رقاو السيرو غنحسبها عندو ربعه ديال الوليدات كاتر اونفون ها آه هي كاتر اونفون الفيدرال كيشد على كل ولد ربعميه ارا كالكيلاتريس ها هي كل واحد كيشد عليه 450 دولار لانه فابرو 450 في 4 1800 دولار اوكي وكيشد من الكيبيك البريستاسيون فيسكال كيشد على كل ولد 160 دولار باقي صغار لان بلو كيطلع بلو كينقص 160 نحسب الكالكولاتور باش ما نتلفش هي 640 دولار فهمتوا يا اخوان وكيشد السيدي لا ت بي اس كتجي اربعه المرات كتجيه 290 دولار ها هي نحسب هذا 290 نقسموه على اربعه هي 72 دولار فاصله 3 لا تي بي اس وكاجي يا سيدي كريدي دامبو بو بو سوليداريتي ديال كيبيك فيها تقريبا غادي نقولوا سيدي كيعطيو غير 300 دولار شاك تريميس 300 دولار اوكي 300 دولار غادي نقسموها على ثلاثة 100 دولار ها هي داكور ها هي لا تي ووقت المدرسة وقت المدرسة ما هذاك ما ندوش على كيط واحد 200 دولار ماشي مشكل ارنج ما شحال كيشد في الشهر الاخوان هذا 1800 زائد 640 زائد 72 زائد مية الإخوان عندو ألفين أو ستمية أو دولار هادو غير فلوس الدراري أو تي بي إس أو تي فيكي و# أو سيدي أسيدي بصحتو ياك اللي فيهم زائد لاد سوسيال زائد لاد سوسيال لاد سوسيال ولا بي# بي# بيان سوسيال ولا لاسيستون سوسيال ولا البسباس ألف أو ميتين القليلة زائد ألف أو ميتين 3812 دولار اللي هي باينه ايوا واش هاكي شد في النوار الاخوان هذا هاكي شد في النوار حنا نقولوا كيخدم غير 30 ساعه في السيمانه غير 20 20 ساعه في السيمانه نقولوا لي كيديروا لي كيديروا لي غير المينيموم فوا 13.10 هي 262 عنده في السيمانه نضربوها في ربعه كاع نقولوا لا موين عنده 1000 1000 و 48 دولار زائد 3812 عنده 4860 ما كان شداش ما يشداش قلت <applause> لك <مش> شداش انا <applause> واش فهمتوا الاخوان وهذا السيد هذا على ما كيحكيو انا ما بقلبتش عليه ولكن كيحكيو قال لك سيدي عنده واصلتو ليا مزيان عنده جوج ديال ديور عند في المغرب عنده جوج ديور عنده قهوه وعنده آه ان شون ديال الزيتون قطع وجهك ها آه؟ قطع وجهك سمح في بلادك وفي الخدمه ديالك وجي سمع الباك ابراهيم كيكذب عليك كيقول لك آه <applause> غتبدا من الزيرو دي دير ا آه دير اي آه اس بي 3 ايام ديال اللونسمون 3 شهور ديال اللونسمون دونتربريز ويكتب لك السي ابراهيم ويقول لك سير بقا تقلب على خدمه ويكتب لك السي ابراهيم ويقول لك سير عند لات سوسيال وقرا او سي ويقول لك السي ابراهيم سير خدم على قد الحال اه السي ابراهيم راه كذاب راه كذاب واه اسمع دابا كون درت لكم لايف ولا فيديو في 10 دقائق نقول لكم كيفاش تصوروا 4000 و وستين دولار عشان شحال غنوصل سيمانه غنوصل الف في ونزيدكم غتقولوا لي لا راه المصاريف كثيره بلاتي يا الاخوان بلاتي راه واقيلا اللايف غنحبسوا لان باين السكر يطلع لي اوكي اسمعوا لي يا الاخوان المصاريف ديالو غادي نقولوا غتقول لي الماكله ها بلاتي اكثريه ديال الناس في الفلات سوسيال كيمشيو يجيبوا الماكله يا يعني اما اللي قربت سالي يا اما كيمشيو يطالبوا في الكنائس في الكنائس في في كيديروا الصف كاينين دي زاسوسياسيون وراه الناس يقولوها لكم كاين اللي كاين اللي في سوسيال هو عنده الطوموبيل والمرا عنده الطوموبيل كيمشي ويديروا الصف هو كيدير كي كيدير يجمع كفه كياخذ كفه فيها مثلا جكوميرات فيها الطون الزيت فيها الشعريه هادشي راه كاين الاخوان راه كاين المساعده الشمس كون لي بونك اليمونتير راه كاينين الاخوان اوكي <applause> والله يا اخوان ما عليكم بالله راه ربما را كتقولوا راه كذاب ولكن كنقول لك لكم الحقيقة اللي ما بغيتكمش تعيشوها صبروا في الاول عام عامين سنين صبروا صبروا ضربوا تماره قراو اللهم تصور ألف 1500 دولار وبالعرق ديالك وبالكرامه ديالك وبالشرف ديالك وانت مفتخر وليداتك ياخذوا قدوه ان اكزومبلير ودابا دابا هذا شنو كيدير كيمشي يتقدى كيتقدى مثلا الماكله شي الخضره وداك الشيء حيت كتعرفوا هنايا الله يحسن العوان كاين بعض المتاجر ديك الخضره اللي كتشيط ولا باتت كيجمعوها كي اون كي بالي وكتجي رخيصه كياخذ غير هادشي او كيمشي او كيمشي مثلا آه سميتها آه الحوايج كيمشي لدوك القدام الملبوسين مثلا ماشي كلهم او ماشي كلهم بعد بعد البعض فيهم الله يحسن العوان علاش شويه شويه كتب لي راه عندو المصاريف غاليه ما مصاريف غاليه الكرا غتقول لي الكرا واسمعوا لي مزيان اسمعوا لي مزيان الكرا الكرا بحال هذا النوع هذا ما كيكريش اكتبوا الاخوان هذا فين كيمشي يسكن اما غيقولو لكم اخوان اللي في كندا غيقولو لكم ها هو جاوبكم ها هو جاوبكم واحد ها هو جاوب اشيلام كوبيراتيف برافو عليكم برافو عليكم كيخلص والو انا عندي واحد الصديق ديالي الله يرحمه مسكين توفى من مات مسكين بالفقسة باسكو سكن تما وخرجو ولاد زيرو وكان ديما دار مع السكان تما وتصيد وقال لي الله يرحمو يا ربي ترحمو وتوسع عليه اوكي هو كان خدام مع سميتها مع مع فيديو ترونس تكنيسيان في الطو اوكي يعني شنو غيخلص هذا 100 درهم 100 دولار 100 دولار ولا 200 دولار هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين شنو هاد المصاريف اللي غيكونوا ها وربما غتلقاه كيطلب كي انا واحد النهار لقيت واحد السيد كيطلب كان عندي واحد الكليان كنت كنمشي عندو بوندون 4 كاين واحد البلاصه سميتها كود ديناج الاخوان كيعرفوا كيعرفوا كود ديناج اوكي أه كيبان لي واحد السيد داير واحد الاخ ملتحي وكيطلب انا ما حملتش هذاك المنظر خسرتو انا ودير اللحيه فهمتي وهاز واحد وهاز واحد الكاس ودير فيه النقود لا موني بياس قرقة وفي الجامع مشيت لصلت واحد الجامع كاين تمايا راه كاين تما واحد الجامع سميتو اه مشات لي السميه راه كاين راه كاين ملي كتخرج من من كود ديناش كطلع عل 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 دي على على اليمين وتهبط نسيت على السميه ديال داك المسجد كنت كنمشي ليه نسيت عليه على كل حال طيبه طيبه مسجد طيبه مسجد طيبه فاري اخوان هذا كيطلب حدا الجامع ومع بعض النساء حتى هما دوك قيصه بو واحد هما دوك الدادوس حول إيه. احول قوتي هاتي راسي ضرني وحق الله العظيم علاش انا انا احس كي انا انا الصالير ديالي اخوان كيحيدوا ليا 40% 40% كيحيدوا ليا ومنين غنشوف واحد كيضرب 4800 هكاك ما كيخلص حتى حاجه و10 دار الشعب واش غنفرح واش غنجي نكتب في الكومونتير حشومه عليك السي ابراهيم خلي عباد الله افتقار آه حشومه آه. شو مالك انت اللي كتبتيها تكون واعي وضميري الا كنت عايش في كندا انا انا الآن انا 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 الان كنتكلم مع الناس ديال كندا اللي عايشين في كندا انا كنهضر مع الناس اللي عايشين في كندا الاخوان اللي عايشين برا خارج كندا كيكتبوا لي كومونتير مع دوري مساكن خليهم حتى يجيو انيس اه لازم نسمعوا انيس غير كيحيدوا لي 53% اي سي بلو فو غاني أو كان كتخلص لي الطاكس وبالحقهم حيت الطاكس اللي كيخلي يحيدوا علينا كنشوفوها بعينينا كنشوفوها الله يجازيهم بخير انا 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 مقلقش انا مقلق على واحد اللي اللي كيشد 4000 و8000 حسبت عليكم بارده سخونه وكيجي واحد وكيقول لك اه حشو مالك الوغ هو حرام هذاك الفلوس يأخذ ياخذ من عند الدوله الاعانه ديال الاطفال وياخذ ياخذ الاعانه ديال الدوله و سميتها ومشي خدنا في النوار وطالع 4800 عنده ما جوج ديور وعنده آه... قهوه وعنده داك المشروع ديال الزيت كيحصر الزيتون وكيمشي للتم واخا رقم هاد القضيه راه شحال ما تحصل دابا راه دابا اللي حصلوه شنو كيديروا ليه كيقولوا ما نبقاش نديروك فيغمون غنحطو الشيك كيقول كيصيفطوه فين ياخذ الشيك يا اما يجي عندهم الاداره عند الصن... آه... سميتها آه... مركز لوكال دومبلوا سي ال لو سونتر الو لوكال دومبلوا أم يا اما كيمشي كيمشي لعند شي شي اداره كياخذ كي الشيك ديالو بالشوه راه كي اكثريه ديال هاد الحبلات السوسيال كيسافروا كل عام صح واش واحد واش واحد يقدر يسافر ب ب سوسيال لا ما يقدرش اقسم بالله لا شي واحد اللي كيمسافر كي كيسافر المغرب كيسافر كيجلس تما دابا دابا ولات صعيبه شويه لان ولات ان كونيكسيون ما بين لي روبو ولي زورغانيز بحال امبلوا كيبيك بحال روفني كندا سميتها اللي كيعطيو الشوماج اللي هي امبلوا امبلوا دو ديفلوبمون سوسيال كندا الى اخره هادشي كنقول لكم انايا في الكيبيك واش خارج الله اعلم ما كان انا كندوي اللي كنعرف انايا سنين هادو وانا ساكن هنا هادشي اللي كنقول لكم علاش غيرحلوهم علاش نو الى لقاو فلات سوسيال غيخرجوه وغادي يرجعوا يقولوا لي رد لينا، إلا حسوا كان كيخدم غادي يقول رد لينا داكشي واش فهمتوني يا اخوان؟ آه آه راه ماكينش راه الهروب من العياقة، لا تحصل ودي هادشي المهم نرجع ل نرجع الـ لا لا الموضوع زعما شنو غنقول لكم يا اخوان؟

حيت ديالنا كثير كيجيو يسكنوا غير هنايا فهمتي لونغلوفون ما ما كنضرش ما كنضنش فهمتي غيكونوا آغ... آغ... راه كاينين في اكنيس راه ماشي غادي يولنا راه حتى الاخرين تا طوال... آه... لي لاتينو لي من امريكا لاتين الهنود آه... اخويا الشعب اللي كيبان ليا مؤدب انايا هما دوك اللي شينوا صراحه واش فهمتوني خويا دوك دوك أ... انا لما ما مع مع لي شينوا والهن و سميتها واللي جابوني وهاي صون ديسيبليني الحقيقه كاع ما نكذبش عليكم واه ديسيبليني صراحه على كل حال نرجعوا للعمال العمال هذ العمال الاخوان اكثر راه ما كيديكلاريهمش راه حشومه عليكم اوكي احشو عليكم علاش ما نقولوش لا سوسيال واه شوف دابا كاين شي واحد اللي كي اللي كي اللي كي يقول لك اودي عاطفي اوكي كيقول لك حشومه راه لا سوسيال قالك الا بياتي شي واحد كيعطيك 300 دولار واش فهمتوني وكاين شي واحد كيقول لك حشومه فهمتيني حشومه كيبان لك توريست خدام راه كاين نين تليفوني كتبك تعيط للهجره ويجيو يهزوه واش فهمتوني اخوان كاين اللي معاه وكاين اللي ضد هادشي اللي بغيت نقول لكم أنايا، لا دينونسيون كاين اللي مع وكاين اللي ضد، كاين اللي مع كيقول لك وادي راه خصنا نقيو الناس، إلا شدوا واحد ولا جوج ولا ثلاثة، الآخرين يأخذوا موعظة ويجمعوا رؤوسهم، وإلا بقيتوا ساكتين كيقول لك اللي هما كونت، كيقول لك إلا بقيتوا ساكتين، أه سميتها، راه كتخلوا عباد الله كيداير هادشي وكيعاود، إذا كاين اللي مع التبليغ وكاين اللي ضد التبليغ، هادشي اللي كاين. بون نرجعوا لواحد الموضوع اخر الاخوان أه محور اخر في هذا الموضوع اللي كنا كندوي عليه أه اخترنا على النقاء الى اخره انا أدور على قضيه الخلاص الخلاص الاكثريه ديالهم أكتيريا الاكثريه ماشي كلهم اكثريه الاخوان اكثريه ديالهم سمعوا لي <applause> الاكثر أو... أو... او اسمع سمع واحد اش كتب لك محمد بالفقيه قرا قرا شنو كتب لك محمد بالفقيه اش شنو كتب لكم محمد بالفقيه رجع رجع أخوي الله يحبك قرا قرا محمد بالفقيه شنو كتب ليكم باقي كاع ما دويت باقي كاع ما دويت فاش عرفوا راه ما كنكذبش عليكم لان كاين شي واحد يبقى يكتبوا راه كتكذبوا زتي والطنز خليه يقول لي بغا ماشي مشكله المهم الى غير 4 ولا 5 تستافدوا هذاك الدنيا وما فيها الاخوان الاخوان ملي كتبغي ملي كتقدا بغيت تخلص سمعوا ليا مزيان غير ك... غير كتجبد ليه لا كارت دي بي. ولا لا كارت دو كريدي ناري كيكحل بالعمى وكيكحل بالعمى ما كيحملهاش

في التي بي في تيرمينال دو بوينت دو فونت غتبان عندك معلم في في الكونت بانكير وانت راه في, 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 را في واحد القضيه هذه هذه واحد 10 سنين كان عندي شي كليانات كنت كنصحهم يشريو داك التيرمينال ويحيدوا الكاش بس ما كاش كيسمعوا وانا اللي ما كيسمعش ليا وانا راسي قاصح اللي ما كيسمعش ليا كنجمع الدوسي ديالو في كرتونه كنعيط ليه وكنعطيه ليه كونتر ديشارج شارج داز واحد العام ولا عامين هادشي كان عندك واقيلا في 2010 ولا 2011 ثلاثة منهم جاتهم لانسبكسيون اوكي جاتهم لانسبكسيون علاش طاح في ليشونتيون واحد بيعو بيه بعدا واحد بيعو بيه واحد بيعو بيه كان كزار اوكي كان كزار قال لك سيدي راه عنده شاطو والله الا عنده شاطو بالله اقسم يمي ومشيت شتو انا في خباري عمرو قال لي عنده شاطو 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 عطيه شاطو كتشنا ضربو تشيكاو لقاو بان السيد ما كيديكلاريش ديكلاراسيون بيرسونيل ديالو كيديكلاري يلا واحد عشرين ولا خمسة وعشرين الف دولار في العام اللي عنده بروتا خمسة وعشرين نقولو حنا ثلاثين ثلاثين الف ثلاثين الف دولار يعني بحال كيدخل الشهر 2500 دولار <applause> وأنا طلاب يصور اكثر منا طلاب طلاب آه امونديون طلاب كيطلب كيعيش يتصور اكثر منا هذا هذا الصقاع هذا اللي في لاد سوسيال راه كيصور شحال حسبت قبيله كاع تلفتوني راه كيدخل 4821 ها حسبتها لك اوكي هاي 4860 دولار فهمتوا يا اخوان 4860 اه بايه المخابرات راه يقيد، <applause> اصب بصحتك اطلع في الترقيه على ضربك ابراهيم ماشي مشكل فهمتوا الاخوان <applause> لافيو كندا راه هو ديال قناه ما بهاش شوفوها اوكي شوفوها غير واحد القضيه الاخ لافيو كندا أه بحال دابا شي سؤال لك مثلا ما عندكش جواب ديالو انا عجبتني واحد القضيه كتجاوب عصار كتقول لهم سيروا شوفوا أه هذا الاختصاص مزيانة هاد وكذا الخطرات كتجاوب فهمتي حاول ما تمد الى الى مأكد جاوب ما ما تجاوبش اوكي مي قناتك راه غادا في الطريق الله الامور راه تابونيت معاك وكندير لك اللايكات اوكي كاع الاخوان اللي كيديروا قناه ديال الهجره كندخل عندهم كنت ابونا كندير لايكات آه... اللي عنده قناه وما كاينش انايا صيفط لي ندخل عندهم ولايكي لي اوكي بون فين كنا الاخوان أنا... تلفت اه هاد خين هذا قلنا كان عنده كانوا كان عنده عنده سميتها اش كيعيطوا قصر واحد اخر عاوتاني واحد اخر سمعوا ليا مزيان الاخوان كانت هو كيدير الكاش كيدير الكاش ما كيسمعش انا بزاف الحوايج ماكش ماكش ما كنبغي نبغي الكليان ديالي يديرها كان ما كيسمعش ليا كان كان انا غير سغير. انا انا راه الدري ما كاينش هاد هذا طاحوا عليه صحاب لي زامبو ماشي ديال كيبيك طاحو عليه ديال الفيدرال واش كتعرفوا شنو السبب تطاحو عليه يلا اشنو صيدو تطاح عليه خاصني شنو ندير لكم اشنا كيفاش كيطيحو عليكم صحاب لي لان لان, لأن كاينين شي كليانات كيجيو كي عندي مثلا كيكون عند كونطابل اخر وخصو شي واحد اللي يعاونو في مراجعه ضريبيه وكان كنتوكل على الله والشاطو اللي عنده الباطو أصبحت داك الولد اللي كيشبه المامي اللي كي اللي كي غني على ديالو اه صحاب الفيدرال كيعجبوني نخدم معاهم صراحه خدمت مع خدمت مع لي زانسبيكتور ديال غوفيني كابيك كي ما كيعجبونيش شابيونز برافو عليك شابيونز شابيونز عنده هذاك مولا الشاطو وعندو زوينة مبيعش. صوت زوين هذيك الاغنيه ما فيهاش الصوت ديالو زوين وبحال وكيشبه حتى الشاب مامي غير نتمنى في الكاريير ديالو ما يطيحش بحال الشاب مامي راه مشات شي حباسات في فرنسا وعاود رجع مسكين ولا كي المدلول على كل حال والشاب ميت هو سمعنا لك كنا صغار الله ي... عليا البوليسيه ماليمان على كل حال نرجع ل هاد السيده سيدي سي هاد السيده سيدي سي سمعوا لي مزيان تقدروا ما كانش كي ديكلاري في لا ديكلاراسيون الاخوان اللي في كندا يفهموني اش كنقول لي ديكلاراسيون د امبو فيدرال كيبيك تي بي ان ديال كيبيك و تي ان ديال فيديرال ما كانش كي ديكلاري بزاف والمصيبه على انه عنده جوج ديال تريبلكس جوج ديال تريبلكس كيريون كي ديكلاري 35000 دولار في العام تصيد النسيب ديالو على برا سميتها احتاج شي فلوس وصيفط ليه شي 1500 دولار في, في في, احد المؤسسات بلا ما نذكر سميتها اللي كدير ترونسفير دارجون وكتعرفوا اخوان الا مشيتي للبنكه ديالك با تحط فيها فلوس عندك اكثر من دي 10000 دولار راه مشكل وملي كتدخل من كندا راه كيقول لك واش عندك 10000 دولار جيب معاك خاصك تذكر عندك ولا ما عندكش ومنين كتدخل ملي كتعمر ديكلاراسيون لاغاسيون ديمبو ديال كل عام كل عام الاخوان اللي كيديروا ديكلاراسيون لاغاسيون عارفين القضيه هذه كل عام في الفورمولير ديال كاينه في الصفحه الاولى الوسط ادرواك كيقول كي لك واش عندك دي بيان في الخارج القيمه ديالو اكثر 100000 دولار ولا اكثر اوكي هذا راه صيفط 15000 دولار الاخوان اما كم السيمانة جاو صحاب الحال ما نالت المشاكل كاملة اوكي باش كيديرو كي هادشي كيديرو بالكاش بالكاش كيقول خلص ما علينا الموضوع للموضوع ديال الخلاص رجعو إخوانا الموضوع ديال ديال الكاش القانون شنو كيقول القانون القانون كيقول كي اي كوميرسون عنده الحق يقول لك باي طريقه تخلص باش نكون واضحين القانون كنهضر على القانون ديال الكيبيك كيقول لي هو لا لو سور لا بروتيكسيون دو كونسوماتور كيقول لك الكوميرسون عنده الحق يختار لو مود دو بايمون يقدر يقول لك شو اسمه محمد يقدر يقولك لك اخويا ما تعطينيش الحبوب ما كاش وما تعطينيش الشيك ديبي ولا كريدي عنده الحق انا أقول لكم فين مع شنو حوايج ما الحق يديروا d'accord donc un commerçant عند الحق يمبوزي لك لو moyen de paiement ولكن ولكن هنا كاين واحد التناقض نادو سيدي نادو سيدي آه, سميتها آه, بعض الناس دعاو هاد هاد الشركات هاد المتاجر علاش كتقولوا لينا نخلصوا غير بالديبي والكريدي المحكمة عطاتهم حق وعندهم الحق قال لك اسيدي اولا بعدا حنايا في ريستورون ما بغيناش الاوراق سي با بيان بوغ ليجيان ما بغيناش او مانيبيول ما عندنا ما نديروا بالاوراق باغي ولا كريدي انا متفق قال لك اسيدي عاوتاني خطر الحياه ديالنا يكونوا عندنا بزاف ديال الفلوس دخلوا ليغريسيونا قال ديونا ما تكريساوش يا خويا ما اغريسور <applause> وادي ولا كيحماق على الكاش اصاحبي ما فهمت انا شركات ما باغينوش ما باغيش الكاش ما باغينش الكاش كيقول كي كي لك كيشكل خطر علينا وكيقول لك بان بان هاد اللي هادو يجين آه ايجيان ايجين سور بلون ما 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 وقدر يتزوروا وقدر يسرقونهم اعطينا خويا الديبي وكريدو وكافا المومدين شر القتال اما ديالنا والو غا كتجبد لي الديبي ولا كريدي الحجبان ديالو كيطلعوا و وك... هاد الخطرات بعد الخطرات اقسم بالله الا كتوقع راه كتكون لا ماشين خدامه ومن بعد كيقول لك راه خسرات تقدر تكون بصح تقدر تكون كذوب الله اعلم انا من انا من 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 ما نظلم حتى شي واحد ولكن كنتي خدام بهم بعد خسرت الله اعلم دير جوج راه الناس وهادو كيكون عليهم زحام راه ولا لو بايمون موبيل راه الاخوان دابا في المغرب راه ولا انا مشيت واحد العام للمغرب الماكدونالد كيديروا لاكو وماشي ضروري تخلص تمايا كاين 3 مويان باش تخلص يا اما تخلص في الكونطوار يا اما كيدير لك واحد الشاشه كتختار وتخلص كارت ديبي ولا كريدي ديالك يا اما كاينه واحد البنت ولا واحد الولد هاز تيرمينال موبيل وكيدور عليهم دير يا خويا هادي انت عندك مخبازات تبارك الله يبارك الله يبارك عامره دير يا الناس على برا تخلصوا ماشي زعما واش كيعجبك تشوف الناس الصف وصح داك تقول لهم قل قل من خمسة دولار 5 خمسة دولار وفوق خباركم القضيه هادي راه ماشي 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 غير قانونيه راه قانونيه راه كل واحد يقول لك الا عندك الا عندك 3 دولار والفوق خلص بكارطه عندك تحت حب حب عطيهم لي حبوب القانون ما كيمنعش القضيه القانون ما كيمنعهاش ولكن الغريب في الامر ان هاتي اكثريه كتلقى غير عند ديالنا اكثريه عند ديالنا ملي كتمشي ها لأ... انتم دابا هاد الباكيه تاع المسكه هاد الباكيه تاع المسكه كتباع في 0.98 دولار واش شي نص دولار كتخلصو بالديبي بالكريدي ما كيقولوش لك لا خويا حنا خصنا خمسة دولار فوق أو عاد ندوزو الكارت ديبي ديالو سي فري سي فري بأن أنايا راه غادي نخلص لي فري في البنكة ديالي على البيمون وهو هو يخلص ياك قبل أو ديالك قبل ما نجي نخلص أنا الثمن ديالك زيد فيه ماشي مشكل زيد فيه لي فخي ماشي مشكل ولكن ما تزيداش ليا وأنا غنخلص راه وقعات الإخوان وقعات جيت عندو واحد السيد ودرت فيه وبلغت به الاخوان اللي ساكنين هنا نهار تبغوا تخلصوا بالديبي ولا كريدي ممنوع من ممنوع من ممنوع من قانونيا يزيد عليك لي فري ديال لاكارت لارتيكل عقلوا هذا الأرتيكل سيرو تيليشارجي ولا لو سو لا بروتيكسيون دي كونسوماتور ارتيكل 224 سي

واش عند الله ما, ما ما تبعتش اوكي مي خص تكون عندك ان سين دو سيتوايان لا دو علاش باغي يزيد عليا قال لك حيت غادي غادي ندير كارت دو كري غادي ندير كارت راه غنزيد لك شي بركه علاش غتزيد شي بركه ولا ولا براكه نو سمح لي الله يخليك هذاك الشيء اللي غتزيدو من حقك يكون داخل في لو بري اللي معلق تم واحد القضيه راه اكثريه ديالنا ما كيديروش لي بري وراه عليهم اموند راه خاص دي زاموند كتسمى ليستينغ ولا برايسين اوكي ما كيديروش حتى قليل كيدير اثمنه وانا 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 هاد القضيه من زمان وهي في دماغي فين ما في نشوف آه في شي سلعه آه ما فيهاش ثمن كنتخلع كنقول مناقص خص يكون لو بري افيشي افيشي لو بري اللي غادي اللي غتبيع غا... اللي غا السيد اوكي البري اللي غتبيع وتكتب ليه بان راه كاين بلوس تاكس ماشي انت دري 20 دولار نجي نخلص تقول ليا لا راه خصك تزيد تاكس اوكي القانون كيقول لك خاصك تعلموا بان راه كاين فيها تاكس راه كاين قانون ديال جيدي لافيشاج ديال لي بري قراو واش فهمتوني قراو ودياولنا وبعد الجاليات الاخرين ماشي تا ديالنا كيغشوا في لي تيكتاج وهاد السيد اللي قلت لكم انا عنده ربعه ديال ديال المحلات راه من بين لي زاموند كان كيغش في لي تيكتاج كيقول لك فيها هادي وفيها هادي وراه ما فيهاش داكشي وسميتها بعد خطرات المحلات ديال الجاليه راه ما كيحترموش لا طومبيراتور اديكوات ابروبري بحال دابا هذا بحال دابا انا كنت كنقلب في لا دخلوا لا فيل دو موريال وغتلقاو واحد لا سميتها انسبكسيون دي زاليمون وحده ليست دي كونترفونون الناس قاعدو مخالفات كتبوا شي سميه وشحال شوف شحال مخالفات كاع هادوك السميات اللي انا ما بغيتش نقولهم وداروا هادشي ديال المخبزات والمطاعم هادوك اللي انايا تشكيت منهم كاينين تم سون زيكسيبسيون سون زيكسيبسيون راه مشكله الاخوان مشكله كبيره اوكي دونك ادوريس ما بقاش ديال ادوريس ما بقاش ديال, ديال تباع شراتو مترو اوكي باقا سميه ادوس ولكن مولا لي ليباني شراتها من عندهم مترو اللحم خانز ديال اه واش غنقول لك يا اخي راه مشكله مشكلة. آه مشكله مشكله والله الا مشكله بين دونك آه الاخوان آه كانوا عندي بزاف نقاط باقي لي ولكن آه آه غادي نطول بزاف دونك آه الله يجعل شي بركه بالنسبه للمراقبه بالنسبه للاخوان آه سميتها المراقبه باش نقول لكم واحد القضيه لان آه المراقبه راه كديرها سميتها اسمح لي واحد الدقيقه كاينه واحد واحد الوكاله ديال الدوله فيدرال ديال كندا سميتها اجونس كنديان د دي زاليمون وكاله كنديه لمراقبه لي زاليمون لي زاليمون الماكولات هذا اوكي اوكي دونك برونغلي سميتا كنديان فود انسبكشن اجنسي اوكي دونك المواد المواد اللي زاليموا المواد اوكي okay? uh, دونك وكاينه لا فيل دو مونريال اخوان الا لك... قلت سيرو دخل لا فيل دو مونريال ساكنين هنايا وغتمشيو للمينو وغادي تقلبوا الناس على uh, سميتا هذيك uh,

وغتمشي تمشي و سيدي غتقلبو وغتكتبو غتكتبو السميه ديال شي محل بان لكم شي شكل هديك الساعه انت و الضمير ديالك واش تبلغ بيه ولا متبلغش بيه اوكي بغيتي تبلغ بيه دونك كتعطيه درس انه يتوقف على الماء وداكشي بغيتي تميك عليه خليه يبيع المرض ودير هو لاباس وشري الدور نعمس في البلاد ديالو ودير الزيتون شي في الطوموبيلات تشبيع الحواله ويشري الديور هنايا يكريهم ويدخل فلوس ويديكلاري 30 الف دولار في العام وسير نتايا تبقى تضرب تمارات ديك السيدة دو تمشي تجلس في عند السيدة تخلص عليك اوكي اه تبارك الله شحال ديال ريستورون هنايا اه دونك آه هاد القضية ديال العمال تاهي نسيت مكتاش راه تاهما فوتيف تاهما ساكتين وقابلين ورادين علاش مساكين حيت في الحاجة اوكي دونك euh, اخواني اخواتي سمحوا لي بزاف طولت عليكم 100 دقيقه <applause> غير واحد 19 دقيقه ونكملوا شحال نكملوا ساعتين على كل حال شكرا للمشاهده نتمنى هاد الموضوع هذا عجبكم بل يك... بل لي 200 200 واحد تبارك الله الله يجازيكم بخير أه... تفاعلوا مع ال... كتبوا لي لي كومونتير ديالكم نزيد نقرا كنستافد منها وكن... وكتفوج عليا شي كومونتيرات بزاف بزاف اللي اكثر واحد كيشارك في الكومونتيرات هو السي افاده الله يجازيه بخير وبعد اخوان اخرين كنشكركم بزاف على المشاهده كيف قلت لكم هذه قناه ا او بي كندا في ليميغراسيون بالدارجه وعندنا ا او بي ايميغراسيون كندا فرونسي وقناه تعليميه اللي فيها الدروس يعني يقراو الناس اللي غايجيو يقراو تو سكي كونطابيليتي لي لوجيسيال ديال الكونطابيليتي ساج اكومبا كويك بوكس بروف بروفايل ديال الفيسكاليتي ديال زامبو جيراش غوسورس زومان سميتها كونطابيتي ان كونطابيتي دو فينونس <سئلس> الى <سئلس> اخره راه كتنفع غتنفعكم سواء الناس اللي قراو دي بي فيها دروس <سئلس> ديال دي بي او سي اي ديك تكنيك كونطابيتي اي شكرا كونطاسيال ما كايناش هنايا دونك الاخوان تهلاو ليا في راسكم شكرا على المشاهده اليوم راني فرحان تفاعلتوا معايا بزاف خاصة السكان ديال ديال كندا واللي ماشي في كندا أه هادشي كنقول لكم راه حقيقة مرة فهمتيني أه الله يهديهم إلا كان شي واحد من هادو هضرت عليهم معني بالأمر الله يجازيك بخير الأخ حاول تنقص شوية سير مقاد دخل فلوسك حلال ديكلاري الناس ديكلاري مسائل ديالك ربحتي مزيان خلص اخويا الضرائب ما كتخلصش الضرائب وكتستافد من من خدمات كتقدم لك الدوله اللي اللي, اللي مخلصينها لك ناس مساكن اللي خدامين وكيخلصوا على سورس حشومه اوكي وكون مواطن وسميتها وشعار ديال الريفوني كيبيك ليكيتي ليكيتي بور توس ليكيتي بور توس يعني العداله الاجتماعيه في الضريبيه مهمه بزاف شكرا 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 بزاف اليوم راني فرحان هضرت واحد الموضوع زوين خبرك مع القضيه هذا الموضوع اقسم بالله يلا هضرت فيه على 10% ثانك يو فيري ماتش مي تو ايت 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 ايسام ثانك يو فيري ماتش ثانكس لوت اوكي دونك اخوان شكرا سمحوا لي الا تقلقت ولا قلت شي حاجه ماشي هذيك قناه حياه في كندا ديال واحد الاخ لا كندا كيقول لكم سيروا شوفوها دخلوا ليها عجبكم المواضيع ديالو شاركوا معاه ما عجبكمش مواضيع عطيو بتيسع عجبتكم مواضيع لايكيو ليه أه عجبتكم مواضيع لايكو وشجعوه شكورا يلا مازال ما عندوش بزاف ديال لابوني أه سميتها اتمنى نتمنى لي ليه التوفيق اوكي كيف قلت لكم دخلوا عجبكم الطريقه باش كيدوي والمواضيع تهلاو فيه ما عجبتكمش خليه افتقار اوكي سيرو شوفوا شو حاجه اخرى تعجبكم داكو آه، الاخوان تراو فلوسكم وترشح ترشح في كيبيك الا ان شاء الله العام الجاي غادي نتقيد مع واحد الحزب وغنحاول ان شاء الله ندخل ندخل شويه راه كاين واحد الموضوع قادم ديرو على التمثيليه الجاليه في مجالس البلديات وما كايناش يلا بلد مثلا موريال نور يلا كاين واحد مغربي عبد الحق مغربي يلا مسكين هو الوحيد اللي كاين اوكي اما الاخرين على كل حال شكرا شكرا مشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا جد سعيد اليوم فريمو أسعد نهار عندي أنا في اليوتيوب واليوم بخصكو درت واحد الموضوع اللي غيفيد الناس بزاف واللي يقدر يصحي الضمير ديال بزاف الناس اللي مكرفصين على الجالية أوكي شكرا شكرا والسلام عليكم أنا راه من شوية جرني دابا لي راه <applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته